لماذا أنت تعيش؟ كم مدة بقائك هنا؟ ولماذا وجدت في هذه الحياة؟ ستقول ما خلقت للعبادة، كلمة جميلة يعرفها الأطفال الصغار، ولكن أين العبادة في حياتك؟ أين الصلوات الخمس؟ أليست عبادة؟ أين غض البصر عن الحرام؟ أليس هذا عبادة؟ أين بر الوالدين والدعوة وطلب العلم؟ أليست هذه عبادة؟ سماع الغنى وتقول خلقت العبادة؟ تنظر الحرام وتقول خلقت العبادة؟ العبادة كلام، العبادة أعمال، أقوال وأعمال. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. العبادة ليست محرمات. لماذا خلقت العبادة؟ أين العبادة؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. اليوم ما صليت الفجر في المسجد وتقول خلقت العبادة، بين المغرب والعشاء كنت تتابع بعض القنوات وتقول خلقت العبادة، تخادع من؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ما خلقت يا أختاه إلا لغاية عظيمة، العبادة والإقبال على الله عز وجل. قالوا في ترجمة أحد التابعين: لو قيل له إنك ستموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيء. مستعد لماذا؟ مستعد للقاء الله عز وجل. جلس أبو حازم أحد التابعين مع أحد الخلفاء، فقال الخليفة: يا أبا حازم، كيف القدوم على الله؟ ما حالنا عند الإقبال على الله عند الموت ولقاء الله عز وجل؟ قال العالم: أما المؤمن، حال المؤمن عند إقباله على الله، أما المؤمن فكالمسافر إذا رجع إلى أهله. المسافر لا يفرح أن يعود إلى أهله وأهله يفرحون بعودته ولا لا؟ هذا تقريب وليس تمثيل، وإلا فالله غني عن الجميع، ولكنه يحب لقاءك عند مماتك إذا كنت من المؤمنين أو كنت من المؤمنات. قال: أما المؤمن فكالمسافر إذا رجع إلى أهله، أما الفاجر البعيد عن الله فكالعبد الآبق إذا رجع إلى سيده. لو عندك خادم أو سائق سرق وذهب ثم قبض عليه وقيل لك هو الآن موجود، كيف حالك عند مقابلته؟ ستكره مقابلته ويكره مقابلتك. تكره مقابلته لأنه إنسان أخطأ معك، أحسنت إليه ولكنه أساء، وهو يكره مقابلتك لأنه لم يطعك فيما أمرته به. هذا هو حالك عند الله إن كنت بعيدا عن الله. فذكر الآخرة يعينك على الاستعداد، يعينك على أن تغير حياتك قبل أن يأتيك الموت، ولا ينفعك حينها عمل ولا قول. ذكر الآخرة لا يعني يا إخوتي الكرام يا أخوات نترك الأعمال ونترك التجارة ونتفرغ في العبادة في البيوت. اعمل ما تريد، اعمل من أمور الدنيا ما تريد، كن طبيبا، مهندسا، طيارا، عسكريا، مدنيا، تاجرا، افعل ما تريد. المهم لا تفعل شيء يضرك في الآخرة، لا تفعل شيء يضرك في الآخرة. ذكر الموت، ذكر الآخرة ليس معناها الانقطاع والترك، لا. وهذا هو منهج الكتاب والسنة، حتى في باب الوعظ والاستعداد للآخرة نقيس الأمور على مقياس الكتاب والسنة. استعد لما أمامك، فأمامك أهوال وشدائد، ودنياك ستذهب ولا يبقى لك إلا العمل الصالح. فكلما كان قلبك حي بالإيمان وبذكر الآخرة كلما كان عندك استعداد لها. أنا سأسألك سؤال: لو قيل لك أو أنت يا أختاه، نفترض وهذا مستحيل، نفترض أنه جاءك ملك الموت بعد صلاة العشاء لما دخلت إلى بيتك وقال لك: أنا سأقبض روحك بعد 3 أيام، بعد 3 أيام يوم الاثنين، ماذا ستفعل في هذه 3 أيام؟ لا شك أنك ستعمل أعمال كثيرة. لاحظ هنا ملك الموت حدد لك الموعد وقال بعد 3 أيام، تتغير حياتك، ستعمل أعمال كثيرة، تتصدق وتنفق، إن كنت ممن يدمن النظر إلى ما حرم الله ستتركها في أيام 3، إن كان عندك مال حرام تريد أن تتخلص منه في هذه الأيام 3، إن كنت عاق لوالديك في هذه الأيام 3 تحاول أن تر والديك، هذا الواقع. طيب لو قيل لك ملك الموت لن يأتيك في 3 أيام، سيأتيك في 1 من هذه الأيام 3، ستعيش خوف أكثر ورعب أكثر لأنك لا تعلم متى يأتي، اليوم أو غدا أو بعد غد. هذا لو قيل لك. رب العالمين أخبرنا أننا سنموت ولم يخبرنا متى سنموت.
فلا بد من الاستعداد أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات.